انت سواق عمر. انا سواق عمر. سواق استاذ عمر. كان لك اي ملاحظات على دورك عمر حضرتك؟ عمر بيه عادي كده. هو بالنسبه لي احنا العلاقه ما بيننا زي ابني برضه. انا يعني هو بالنسبه لي ممكن اخويا الكبير، ممكن يبقى والدي. انا حاسس ان هو انا خايف عليه قوي، بحبه جدا، الحاجات بتاعته هي بتاعتي. يعني بقول له ازاي العربيه دي، ان انت ازاي تخبطها، خلي بالك هتخبط العربيه، فكانها بتاعتي يعني. انا اول ما قالوا لي انت هتبقى السواق بتاع عمر، فانا حسيت اللي هو لا، يعني انا عايز بقى الدور الشعبي عدي بقى، يعني عدي المرحله دي. حتى لما قعدت مع استاذ خالد اول مره اتقابلنا، قلت له بص انا حاسس ان انا مش شبه الدور، انا حاسس ان انا يعني شويه جان على الدور، انا يعني برضو الدور شعبي شويه. فراح هو قال لي راح نص لي كده، قال لي لا انت شبهه جدا. لحظه واحده، انا قلت له لحظه واحده والله، قلت له انت خريج ايه؟ قال لي هندسه. قلت له ها؟ اتفضل. هندسه جابت لنا